احنا كمنطقة شباب تجمعي فخورين بحضور عدة كفاءات، يعني كما جات بعض التدخلات اكيد معنا شباب اللي مازالين كيقراو، اللي هما قراو وخدامين، ولا اللي قراو يعني مازالين يعني في اطار البحث عن شغل. فيما يخص التكوين، احنا كمنطقة شباب من المؤتمر التأسيسي دائما كنركزوا على التقطير والتكوين، والدليل هو ان درنا عده لقاءات تواصليه على شكل يعني سلسله دورات تكوينيه، وحنا مازالين مستمرين في هذه السلسله ديال الدورات التكوينيه. اي بحكم يعني هذا العام كان انتخابي بامتياز، يعني من الانتخابات الجماعيه الانتخابات المهنيه الانتخابات البرلمانيه، هذا علاش وقفناهم يعني ومطوندو ان تشكل الحكومه وغادي نعاودو نستأنفو. كنديرو بزاف ديال اللقاءات التكوينيه، يعني فيما يخص الحزب، يعني المسلسل التاريخي ديالو والمناضلين ديالو والقياديين ديالو، كنديرو دورات تكوينيه يعني في فن الخطابه، يعني في الخطاب السياسي، وراه كاين بزاف ما يدار. يعني حنا كما بعض التدخلات ديال بعض الاخوان قالوا بانهم يعني شغوفين انهم يلتحقوا في هذا اللقاء التواصلي يعني من تنظيم الشبيبه مع حزب التجمع الوطني الاحرار، فاحنا شغوفين اكثر يعني وزدنا تحمسنا اكثر من خلال التدخلات اللي هي راقيه جدا، وكتدل على ان حزب التجمع الوطني الاحرار هو حزب ولاد الناس وحزب الكفاءات، فما كيلتحقوا به غير الكفاءات واللي كيحسوا بانهم غادي يعطيو واحد القيمه مضافه. فكنرحب بكم، راه كاين بزاف ما يدار، وحنا فرحانين اننا ان شاء الله اللقاءات يعني الاخرى التواصليه اللي غتكون على شكل دورات تكوينيه، فكنظن بان غادي تكون رائعه يعني بالحضور ديالكم وبهذا المستوى الراقي. راكم شرفتونا ومرحبا بكم.